أخت سائلة اتصلت بينا لكن تركت سؤالها مع الإخوة في الشباب، بتقول إن هي مريضة لا تستطيع العمل وما عندهاش أي دخل، والدخل الوحيد اللي بيجي لها من والدها، ووالدها هي تعلم أن فلوسه حرام، فماذا تفعل في هذا الأمر؟ هل يجوز لها تأخذ هذا المال ولا ماذا تفعل وهي محتاجة يعني؟ تأخذ ما يكفيها فقط ولا تأخذ الزيادة على ذلك، لأن النفقة مطالب بها الأب. تأخذ ما يكفيها ضروريات الحياة بس. ضروريات الحياة فقط. نعم. يعني المطلوبه منه النفقه الاب تاخد اللي يكفيها لحياتها. طيب لكن ما تتوسعش. في نقطه هنا شيخ خصم، اللي هي نقطه مثلا هي لو خدت منه مبلغ من المال، وهذا المبلغ خدت منه الجزء اللي يكفيها وفضل مبلغ تاني، لو راحت ترجع له الفلوس تاني يبقى منظرها يعني ممكن يحصل فيها مشكله، فتصدق مثلا بالباقي ولا تعمل ايه؟ على اي حد تتصدق بيهم بالباقي. نعم ان شاء الله.